بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو وموعدكم الأسبوعي الخاص بتطبيقات الأندرويد، سوف نتعرف على 14 تطبيق في هذا الدرس، وسوف أبدأ مباشرة حتى أختصر بهذا التطبيق العربي يا مسافر. هذا التطبيق بالمناسبة يتوفر على موقع أيضا، وأيضا تطبيق لأب ستور يعني الهواتف، بالنسبة للإخوان الذين يستعملون هواتف الآيفون سوف تجدون جميع الروابط أسفل الفيديو. طبعا حال التطبيق يسمح لك بحجز أي فندق إذا كنت تريد السفر في أي مدينة حول العالم وبأرخص الأثمان، يعني هذا هو المميز في هذا التطبيق. بالتالي سوف تختار مثلا أي مدينة هنا في مربع البحث أو مستطيل البحث، مثلا نفرض أنا أريد أسافر إلى برشلونة، اكتب أي مدينة حول العالم، ثم سوف يستعرض لك كما سوف تشاهدون الفنادق المتوفرة يعني أثمنة مناسبة أحباب في الله كما سوف تشاهدون، فهو يختار يعني فنادق بأثمنة مميزة. فبعد اختيار أي فندق كما سوف تشاهدون سوف تختار، طبعا حال يمكن لك مشاهدة هنا المكان الذي هو متواجد فيه الشارع إلى غير ذلك، هنا تختار أيام التي تريد الحجز فيها، ثم سوف تختار الحين select rooms يعني اختيار الغرف أو غرفة واحدة، مثلا إذا كنت شخص واحد شخصين إلى غير ذلك أحبابي في الله. فبالتالي فأنا شخصيا كما سوف تشاهدون سوف اختار لشخص واحد كنموذج، سوف أضغط على علامة الزائد ثم أضغط على هنا أحباب في الله، ثم بعد ذلك سوف يأخذني لصفحة أخرى كما سوف تشاهدون الوقت الذي سوف قمت بالحجز فيه، طبعا سوف تختار التاريخ قبل، ثم بعد ذلك الثمن الذي سوف أدفعه سوف أضغط فقط هنا، ثم أضيف كما سوف تشاهدون اسمي الكامل البريد الإلكتروني والرقم الهاتف، ثم أيضا سوف تضيف هنا كارت فيزا يعني الرقم وتاريخ انتهائها إلى غير ذلك أحبابي في الله، الاسم الكامل وأيضا يعني العنوان أحبابي في الله، ثم تضغط على الدون وهكذا تكون قد حجزت يعني الفندق أحبابي في الله في المدينة التي أنت شخصيا بطبع الحال اخترتها، ويمكن لك بطبع الحال الاتصال بالرقم الخاص بهذا التطبيق لتأكيد بطبع الحال الحجز أحبابي في الله. التطبيق الثاني المقترح في هذا الفيديو تطبيق جميل جدا لأنه يسمح لك صراحة أن تقوم بإنشاء يعني مقطع صراحة أغنية فقط بأن تتكلم يعني، وسوف يحولها إلى أغنية، شيء رائع جدا صراحة التطبيق. لاحظوا معي سوف أضغط هنا وسوف أقول أي كلام، أشتاق إليك يا قط الحبيب، مرت سنوات وسنوات وسنوات من دون أن أرى عينيك الجميلتين علي. لاحظوا معي أشتاق إليك يا قط الحبيب، مرت سنوات وسنوات وسنوات علي، لن أكمل أحباب في الله. فهذا التطبيق صراحة رائع، يحول أي كلام طويل إلى أغنية بعد ذلك بطبع الحال يمكن لك حفظها ومشاركتها مع أصدقائك وإبارهم. التطبيق الثالث أختصر يعني حتى لا نطول، فبطبع الحال هناك مجموعة من الطرق لاختراق يعني الويب كام الخاص بالهاتف إلى غير ذلك، بالتالي أنصحكم دائما بتعطيل تحميل هذا التطبيق وعمل ديزيبل أو يعني التعطيل لديزابل يعني للويب كام الخاص بكم بالضغط على هذا الخيار. ولاحظوا معي فأي تطبيق أو أي هاكر يحاول أن يفتح يعني الويب كام الخاص بكم لن يفلح بذلك. ولاحظوا معي حتى أنا شخصيا لو حاولت أن أفتحها فلن تفتح أحباب في الله، في الواتساب في أي مكان تلفوا تطبيق أنصحكم به بتعطيل الويب كام الخاص بكم عندما لا تستعملونها حتى لا يتم يعني اختراقكم. التطبيق الرابع المقترح في هذا الفيديو تطبيق جميل جدا إذا كنت تريد سرعة رهيبة في تصفح الهاتف، فتختار هنا السرعة المناسبة لك يعني أي سرعة تريدها، ثم تضغط على ستارت، ثم كما سوف تشاهدون نضغط هنا ثم ننتظر قليلا كما سوف تشاهدون الحين يعني سوف بطبع الحال طيب يعني سوف تضغط هنا خلاص الحين يمكن لك تصفح الهاتف، سوف تشاهد صراحة تصفح سريع جدا عندما تقلب يعني الصفحات والتنقل بين الشاشة كما سوف تشاهدون أحباب في الله. بالفعل هذا التطبيق رائع أنصحكم به بشكل كبير جدا، تختار يعني أي قيمة تريدها ثم تضغط هنا للخروج من الصفحة وتصفح هاتفك بشكل رهيب رهيب جدا. التطبيق الموالي هو تطبيق إذا كنت تريد دائما أن يقوم بالاتصال بأفضل شبكة
لديك، فقد تكون لديك شبكتين، فهنا سوف تقوم بتفعيله. طبعا حال أنت تقوم بإدخال الباسورد الخاص بالشبكة التي هي لديك، ودائما سوف يختار لك، سوف يتصل تلقائيا بالشبكة الأقوى أحبابي في الله. فهذا هو المميز في هذا التطبيق الجميل الذي أنصحكم فيه، أن تقوم بتثبيته على هاتفكم. إذا كنت لديك طبعا شبكات كثيرة، فتلقائيا يتصل بالقوي ويوفر لك يعني انترنت سريع أحبابي في الله. التطبيق الخامس المقترح في هذا الفيديو، التطبيق إذا كنت تريد إضافة قناع أنونيموس، فحال سوف أختار مثلا هذه الصورة بالنسبة للإخوان الذين يعجبهم هذه الأشياء، فتضغط فقط هنا بعد اختيار الصورة أو تصوير نفسك، سوف تختار أي قناع موجود هنا كما سوف تشاهدون، ثم تضغط هنا على هذا ثم تقوم بتكبير يعني القناع لكي يشمل مثلا وجهك، يعني لكي تبدو كأنك يعني الأشياء نشاهدها كثيرا في الفيسبوك أحبابي في الله. فهذه فكرة التطبيق، بعد ذلك يمكن لك حفظ يعني الصورة. التطبيق الموالي السادس، إذا كنت تريد الحصول وتحويل هاتفك إلى شكل نوت 5 نوت 7 يعني الذي تم إطلاقه سامسونج يعني قبل أيام، ففقط يعني سوف تقوم بالضغط على أبلي، ثم تقوم بتحميل بطبيعة الحال لونشر، يعني أي لونشر هنا مثلا نوفا لونشر كما سوف تشاهدون، ثم بعد تحميل يعني اي لونشر سوف بطبيعة الحال نرجع للتطبيق مرة اخرى، وسوف نقوم بتطبيق ثيما يعني الخاص، نقوم بالضغط على اوبن او ابرير هنا كما سوف تشاهدون، سوف يتم تطبيق اللونشر كما سوف تشاهدون عليك فقط يعني الصبر. هذا الطريقة سريعة ايضا كما سوف تشاهدون في يعني تصفح الاشياء. بالتالي سوف نرجع مرة اخرى الى التطبيق ونفتحه، ثم بعد أن نفتح التطبيق سوف نقوم بمثلا الضغط على مثلا الصور كما سوف تشاهدون، سوف تجد هنا جميع الصور التي أتى بها يعني النوت 7 كما سوف تشاهدون مثل هذه الصورة، ضغط على هنا وهكذا حول هاتفك كما سوف تشاهدون إلى شكل يعني النوت 7 كما سوف تشاهدون جالاكسي نوت 7 الذي تم إطلاقه يعني قبل أيام. التطبيق الموالي أحباب في الله صراحة شكل رائع أنصحكم به، فقط أنا شخصيا اختفت يعني هذه التطبيقات، وبما أنني سوف أرجع للدرس فسوف أعتمد يعني اللونشر القديم، بعد ذلك سوف أغيره إلى اللونشر الذي قمنا بتطبيقه قبل قليل لكي أرجع يعني لمستوى التطبيقات التي قمت بوضعها هنا. التطبيق الموالي يسمح لك بمعرفة نوع الأزهار، فمثلا إذا خرجت للشارع وشاهدت زهرة معين وتريد معرفة اسمها إلى غير ذلك، فهذا التطبيق سوف يفيدك. بعد فتحه فقط اضغط على الكاميرا، ثم اضغط على الكاميرا هنا، إذا كنت قد التقطت الصورة من قبل فيعني سوف تضغط على الصور الخاص بك وسوف تسحبها، أما إذا كنت شاهدت الصورة مباشرة فقط التقط لها صورة، يعني مع الأسف يعني ليس لدي الحين أي صورة لأي زهرة، ثم اضغط على أوكي وانتظر قليلا، بطبيعة الحال سوف يعطيك يعني البحث، يعني تجد بحكم اننا صورنا الطاولة فلا يعطيك اي شيء. بالتالي فهذا تطبيق مميز يسمح لك بمعرفة يعني نوع الازهار يعني واسماؤها الى غير ذلك فقط بالتقاط صورة لها. التطبيق الموالي يعني جميل جدا، يعني سوف يساعدك في معرفة يعني اتجاه الاقمار الاصطناعية في اتجاه الحين، يعني هنا اعرف اذا كنت سوف تشاهدون، لاحظوا مع أحباب في الله، هذه هي الأقمار الاصطناعية كما سوف تشاهدون. بالتالي إذا كان لديك مثلا صحن يعني هوائي وتريد يعني توجهه، فهنا سوف تجد يعني جميع الأقمار الاصطناعية واتجاهه فقط. لاحظوا معي هذه الدويرة البيضاء كما سوف تشاهدون، قم بتحديد يعني هنا كما سوف تشاهد أي قمر اصطناعي، ثم وجه إليه الطبق وسوف يحدد لك بطبيعة الحال، هكذا سوف تستطيع يعني التقاط ذلك القمر بسهولة تامة. بالتالي فهو تطبيق مميز صراحة أنصحكم به هو الآخر. كما ذكرت فهو تطبيق مهم سوف يفيدك عندما سوف تجرب، لأن سبق وأن تعرفنا على بعض التطبيقات من هذا النوع، لكن هذا التطبيق رائع، يعني يوجه لك يظهر لك مباشرة الأقمار الاصطناعية، يمكن لك توجيهها بسهولة، فيعني سوف تستفيد منه عندما سوف تجرب بنفسك، لأن التصوير الحين هو الجزء البسيط الموجود هنا، لن تعرف يعني قيمة التطبيق الموالي أحباب في الله. إذا كنت تريد أخذ جزء من الصورة أو جمع مجموعة من الصور في صورة واحدة، مثلا أعطيك نموذج، لما تضغط على علامة زائد وتختار أي صورة، مثلا هذه الصورة
اقوم بالضغط هنا ثم اضغط على علامه زائد. اذا كنت اريد جمع مجموعه من الصور اضغط علامه زائد. اما اذا كنت اريد اخذ مثلا جزء فقط من هذه الصوره او محادثه معينه فقط اضغط على المقص هنا كما سوف تشاهدون، ثم احدد الجزء الذي اريد اخذه مثلا لنفرض بهذه الطريقه، ثم اضغط على المقص مره اخرى كما سوف تشاهدون، انتظر حتى يتم قص يعني هذا الجزء او اخذ الجزء الذي اريده. وكذا احبر في الله يمكن لك جمع مجموعه من الصور او اخذ اجزاء منها. تطبيق موالي تطبيق جميل ومفيد، لانه مثلا عندما تكون لديك مجموعه من قائمه الاتصال، مجموعه من الارقام كما سوف تشاهدون في حالتنا الشخصيه لاشخاص باسمائهم، وتريد يعني تخاف ان تفقدهم وتريد تحولهم الى نص، هذا النص يمكن لك يعني عمل له طباعة وخليه عندك يعني ورقة لجميع الأرقام التي هي لديك، فقط تختار هنا كما سوف تشاهد جميع الأرقام ثم يضغط هنا كما سوف تشاهدون، سوف بعد ذلك سوف تضغط على كونفير يعني تحولها كما سوف تشاهدون، وتنتظر حتى يجمع جميعا كما سوف تشاهدون بالأرقام والأسماء إلى غير ذلك، الرقم التليفون إذا كان فيخو أو يعني ثابت يعطيك فثابت إلى غير ذلك، وأمامه الاسم. بعد ذلك يمكن لك بطبع الحال حفظه يعني كما سوف تشاهدون وعمل طباعة له أحبابي في الله. التطبيق الموالي يسمح لك بمشاهدة محطة يعني المحطة الفضائية الدولية، صراحة تطبيق مميز جدا، يعطيك الوقت الذي سوف تمر كما سوف تشاهدون مثلا معرفة معلومات أكثر إلى غير ذلك، فهو تطبيق مميز. أيضا مثلا إذا كان الجو يعني في الوقت الذي سوف تمر يعني ليس مناسب إلى غير ذلك، فلاحظوا معي يعني قبل 30 تقريبا دقيقة سوف يمكن لمشاهدة يعني هذه المحطة الدولية أحبابي في الله كما سوف تشاهدون. تلف هناك مجموعة كثيرة جدا من الأوقات التي يمكن لك يعني مشاهدة فيها هذه الأشياء. التطبيق الموالي تطبيق جميل، شاهدنا تطبيق بريزما لكن لم نشاهد هذا التطبيق الذي يحول يعني مثلا فيديوهاتك إلى يعني رسومات متحركة، فقط إذا ضغطنا هنا واخترنا فيديو معين مثلا هذا الفيديو كنموذج نأخذ يعني نأخذ جزء منه ثم نضغط نيكس جزء من الفيديو ثم نختار التأثير. طبعا لن يظهر هذا التأثير بشكل جيد لأن جودة الفيديو ضعيفة، لذا أنصحكم بتصوير فيديو بجودة جيدة، فقط لقيت وجدت في الانترنت كما ذكرت يعني بعد ذلك سوف يحوله الى رسوم متحركه. اذا صورت نفسك سوف تشاهد هذا الشيء يعني بشكل رهيب حبيبي في الله. تلفا هو تطبيق مهم جدا انصحكم به ايضا. واخيرا يعني التطبيق حتى نختم احبابي في الله، التطبيق الذي يسمح لك بمشاهده نفسك كيف سوف تبدو بعد ان تكون يعني بعد مرور السنوات بهذا المفهوم. التقط صورة أو اختار صورة مثلا، سوف أعطيكم نموذج عن هذه الصورة عن هذا الشخص مثلا، تختار العينين الخاص به والفم ويعني إلى غير ذلك كما سوف تشاهدون، تحدد جميع الأشياء والعينين كنموذج ثم اضغط هنا، إذا هنا ثم اضغط هنا ثم ننتظر قليلا حينما يتم تحويله إلى سنة 2000 مثلا و48 كيف سوف تبدو. لاحظ معي شيء بهذه الطريقه. فهذه فكره هذا التطبيق. اراكم ان شاء الله في مواضيع جديده، لسدع من الضغط على لايك ومشاركه الفيديو مع اصدقائك حتى يستفيد الجميع. زيارتنا دائما على موقعنا www.5.com اللي ما صحتي على فيسبوك facebook.com/5981 فلا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات في امان الله.